السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا تمام وكويسين. اليوم رح نلعب لعبة شادو فايت 2، رح نحاول نسوي قدر الإمكان إنه نهزمه، ورح نوصل لعند بعد الهرمت، رح نوصل عند البيتشر نلعب. جاهزين؟ يلا بينا. اوكي، وهلا يا شباب بلشنا اللعبة. هلا طالع انا مين بدي اهزم حاليا. انا هذا هلا اهزمته، بس بدي اهزم هذا هيرمت فقط مشان نخلص عليه وننتقل للمحل الثاني، عشان تتأكدوا انه انا هزمت عليه لهداك مو هكر. ليكو هذا سلاحه كمان، فانا هلا السلاح المستخدم هذا راح نحاول نجمع حقه لهذا 27، نحاول نجمع حقه لهذا 16000. جاهزين؟ يلا فينا، يلا بينا. راح ندخل لهون لاني اكتر شي بكون في تطويرات، وراح نحط هيك مشان يصير في عنا تطويرات. فينا نحط قنابل، فينا نحط هدول الشغلات، يعني مثل ما انتو عم تسمعوا حاليا. انا حاليا راح احاول كثيركم اهزمه. يا والله ما نسي هنا صعبة. طيب يا شباب، من اول لا هذا ما عم يقدر يهزم. اوكي يا شباب، اوكي خلينا نضرب هيك. ايوه هزمناه. اوكي شباب، مثل ما شفتوا هزمنا الثاني. اوكي استناكم اللهات. سهلين كثير، انا مع هذا السلاح معي صار كل شيء سهل، كل شيء مثل ما شايفين. كثير بتدمجوا هذا غش من اللعبة. حتى عنه هذا غش ما عندي مسوي. لا هذه ما له قوة هذا السلاح، بس هذا الرماية له قوة. أنا قوة هذا السلاح، الرماية مش عارفين في له إنه نقص دم، بس إنه على شكل جمجمة مثل ما شايفين. هذا هو ضربة من تحت. إيه سهلة جدا جدا. شوفي هذا الرمز السادس. اوكي
اوكي يا شباب، دير سلادة دير فرسين. طبعا هذا السلاح قوي يعني والله. شباب مثل ما شايفين احنا بنضيع اللعبة كلها ان شاء الله. نسوي مثل هذا كيف خسرنا. ومثل ما عم قلكم انه انا رح احاول مغصبا عني، لاني اذا ما قدرت فورا رح اسكر الفيديو. رح اودعكم هلا، رح احاول اجرب واودعكم. اذا خسرت هذا الشيء من عند الله. بعدين هلا شو هذا؟ شو بدي اشتري؟ شو بدي اشتري؟ اح 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 اح, أح. نرى نلعب برا. بسم الله الرحمن صعب كتير، هيك انا هاي الفترة ما رح فيه، هلا بس شوي. يا شباب اوكي عجائب. محمد مع السلامة يا شباب.